بعدين السامر الصالح اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح، والبرص العشر اللي السامر اللي رجع وأعطى شكر لله، كيف ميزوا المسيح. وبعدها بتقول لي هاي الرسالة مش لكل العالم بس لبني إسرائيل. طب رفضوا بني إسرائيل شو تعمل؟ الرسالة أحبائي واضحة من تكوين إصحاح 3 وتكوين 12 إلى سفر الرؤيا، بيتكلم عن جمهور غفير من كل شعب، من كل أمة، من كل قبيلة، ومن كل لسان، يعني كل إثنك، يعني شعب اللي اختبر المسيح في السماء من كل الشعوب والألسنة عم بسبحوا الرب يسوع المسيح. وبعدين بتقول لي يعني بس لبني إسرائيل هذا شيء مغلوط.